أول ما ولد، أول ما ولد فيه شيء إذا شافه يشعره بالأمان، وإذا غاب يوتره. يكتشف بعد ذلك أن هذا الشيء هو يسمى أم. فإذا صاح جاء وجه وشاله، إذا تألم جوع ما يدري أنه جوع وألم، يروح هذا الألم عندما يحضني هذا الإنسان. فيرتبط عند الإنسان من اللحظة الأولى أن بقاء مرهون بوجود الآخرين. شوف هذه اللحظة الفاصلة في حياة الإنسان. أوه نعم، بل قبل ذلك قطع الحبل السري هو لحظة فاصلة في تحملك مسؤولية نفسك. ما في أحد بيعطيك، أنت لازم تبدأ. لكن هو يشوف الآن، يبدأ يضيق صدره، يجي أحد يشيله، يصيح يجي أحد يشيله، يجوع يجي أحد يشيله، يبكي يجي أحد يشيله، يتألم بطنه غازات وكذا رضيع يجي أحد يساعده. فيرتبط هذا الارتباط فترة كذا، يطلع واحد لشنب يكتشف أن هذا يسمى أب ومزعج لأنه يسوي لي شكل غزغزة ويحوسه، لكن في الأخير يا أخي مو بسيء مرة، لأنه يطلعني أماكن غريبة وشوف أشياء ما قد شفتها ويكسر القواعد، يعطيني شيء حالي ويعطيني شيء يذوقني ومدري إيش وكذا. بعدين أكبر أنا وأكتشف أن فيه ناس يسمون أخوان، أخواني، أوه أخواني. هنا تجي لحظة فاصلة أخرى، وهي أن هذه العلاقة الاجتماعية فيها تكاليف، جب ونلعبك، استجب ونعطيك. فيصير هو يصير عنده لحظة فاصلة أخرى أني لو قلت لا أقصى. فيرتبط عندي أن طاعة الآخرين وإرضاء الآخرين تحميني، فأبدأ أستجيب لأخواني، جيب موية، أجيب موية، ما لعبك، ما أعطيك، ما أسوي كذا، فأستجيب لهم لأني أنا ما جبت موية مرة من مرات، وصاروا يأكلون بساكيت ويسوون حركات قدامي عشان يقهروني. أنا ما أبغى أعيش هذا الألم، فتدري شلون، خلني أستجيب لهم. ثم تكبر المساحة شوي ويصبح هذا المعيار حقي، المعيار حقي إن أهلي يحبوني ما يحبوني كذا. بس لا، توسعت شوي، رحت مدرسة، توسعت شوي، جونا ضيوف. لما جونا ضيوف انقلب البيت، هذه لحظة فاصلة ثانية، انقلب، صار في تنظيف المجلس، زيناه اللمبات، مدري إيش إيش فيه، ليش صرنا إحنا أفضل الآن بوجود أحد؟ فإحنا بعدم وجود الأحد هذا إحنا ناس أقل، بوجود الأحد لازم نرتفع شوي. البس، اسبح، لا تتكلم، تنظف، زين شعرك وكذا، اجلس زين، لا تاكل، لا تمد رجلك، لا مدري وش. طيب ليش هذا كله يبغى؟ عشان الآخر. فيرتبط عندي أن إرضاء الآخر هو إرضاء لوالدي، وإرضاء الوالدين معناها بقائي، معناها استفادتي. فيتضخم عند الإنسان الآخر، تضخم، يصير هو مصدر الأمان. طيب هو مشكلة الآخر وش هو يا أبو عمر؟ مشكلة الآخر الإنسان لما هذا الآخر اللي هو مصدر الأمان ومصدر إرضائي ومصدر إعطائي يزعل علي، أصير أنا مثل اللي داعس بنزين وفرامل فتح يثرق مكينتي، لأن مصدر الأمان تحول لمصدر ألم، مصدر خوف، شلون أرضيه، ما رضى، شلون كذا. فيبدأ الإنسان يعمم بهذه الطريقة على علاقاته مع الآخرين. من هنا تنشأ فكرة كيف أنا، من أنا مقابل الآخرين. نجي لفكرة ثانية، أنك كلما عملقت الآخرين أصبحت قزما. الأشياء لا تقاس ب، ما في شيء اسمه كبير، ما في شيء اسمه صغير، إلا عندما نقارنه بشيء. يعني هذا الكوب مثلا هو كبير ولا صغير مقارنة بإيش؟ فهو صغير مقارنة بالاستديو مثلا، هو كبير مقارنة بحبة فول مثلا، فهو يكبر ويصغر بحسب ما أقارنه به. أنا الآن لما أعملق الناس أصبح قزم، لا قيمة لي عند في وجودهم. وعندما العكس، عندما أقزم الناس وعملق نفسي، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. الكبر ما هو بطر الحق وغمط الناس، أنت ما تشوف الناس. طيب إيش الحل؟ الحل أني أعاملهم وأنزلهم منازلهم. إيش منازلهم؟ أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم لا ضرا ولا نفع. فكيف أن يملكوا لي أنا ضر ولا نفع؟ ولذلك لما جاء ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن مدحي شاعر، وإن مدحي زين وذمي شين. قال: ما، إنما ذلك هو الله، ما عندك شيء، تخليني زين وشين والله مو بنت. ولذلك سبحان الله العظيم، إذا أحد تنمر عليك، ولا أحد تكلم عليك، ولا أحد ما يعني تتوقع أنه سيؤذيك وكذا، اعلم أن هذا المشهد مثل مشهد الكاميرا الخفية،
ونشوف الناس والكاميرا الخفية كيف يغضبون ومدري إيش ما يقولون كاميرا خفية يضحك، لأن يضحك معناها أن هذا المشهد ليس هو الحقيقة. إحنا في هذه الدنيا في كاميرا خفية أصلاً، شيء أنت شو بتسوي لي يعني؟ رضيت ما رضيت، أنت هنا وأنا هنا، جئنا لنحقق ما يريده الله لنا. ما أقدر أطيحك ولا أقدر أرفعك، ما أقدر أطيحني ولا تقدر ترفعني. إذا دخلت بهذه العقلية لا، مختلف الوضع، مختلف. أنا أنزلك منزلتك. ذاك لما دخل الأوزاعي وقد أمر به الأمير، يقول فلبست أكفاني، لبست أكفاني خلاص بموت. يقول فلما دخلت احتشم الناس بملابسهم عشان الدم، خلاص ميت. يقول لكنه أكرمني وكذا، وطلعت وقالوا له، يسألوه قالوا يا إمام ماذا فعلت؟ قال لبست أكفاني، أنا خايف زعلان، أنا عارف أنه زعلان، لكن لما دخلت ورأيته على كرسيه تذكرت الله على كرسيه فغدا عندي كالذبابة. نفس الشيء، هو لا يملك نفس الشيء، النفع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لكنك أيها الإنسان عندما تنزل الناس في غير منازلهم أنت تعطيهم جزءا من الألوهية والربوبية. عندما تظن أن هذا بينفعك ويضرك، ومديرك بينفعك أو يضرك، والمقابلة الشخصية هي مستقبلك ورزقك ومدري إيش، وأنت أعطيتهم جزء من الربوبية. هو جاءوا، هم جاءوا ليحققوا ما يريده الله عز وجل لك. هذه الفكرة. فهذه الفكرة تنشأ فكرة احتقار الذات. فأنا عندما أنجز ويمدحوني أنا لي قيمة. أصبح الإنسان المعاصر خاصة إنسان لا قيمة له إلا باعتراف خارجي. أصبح مثل البالون يحتاج أحد ينفخه من برا، في تسريب لازم ينفخ من برا، ينفخ وليس من الداخل، في تسريب. طيب فإذا انتفخ انتفخ انتفخ، المشكلة سيطير في مصنع من الإبر، الناس كلها ما راح تتركك، ما راح تتركك، لأن هذا تورم أنت، لأن الذي نفخك هو الذي يستطيع أنه يفرقعك مرة أخرى بكلمة واحدة. ولذلك الإنسان يعلق نفسه بذاته، بمروءته، يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى، يعلق نفسه بالخلق، ويترك الخلق للخالق. يعني هل في مؤشرات تخليك تقدر تعرف إذا علاقتك جيدة مع ذاتك؟ من ضمن الـ 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 يعني المؤشرات القوية جدا هو معرفة الحقوق والحدود، معرفة الحقوق والحدود. لما يأتي ابن الزبير، يأتي عمر رضي الله عنه ويمشي عمر التي إذا شافها الشياطين تفر من عمر، فلما رأوا الصبي فروا إلا ابن الزبير واقف، فقال له عمر رضي الله عنه لماذا لم تهرب كما فعل أصحابك؟ قال لم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك، ولم أفعل شيء فأهابك. عندما تعرف حقوقك وحدود غيرك هذه من المؤشرات ممتازة جدا. عندما تطبع الخطأ مع نفسك، عادي أخطي، أخطيت ما في عادي، طبيعي أخطيت، ليش أخطيت؟ لأني أنا ناقص. أصلا كمال الإنسان في اعترافه بنقصه، هذا من كماله، لأن لو لم يعترف بنقصه لأصبح ناقصا، لأنه يضاهي الخالق، الخالق هو الكامل. فكونك تريد أن تكون خالقا وإلها هذا من النقص، لكن أرضى بنقصي. وفي فرق بين أني أنا أن أكون أن أرضى بنقصي وأن أكون ناقصا. أرضى بنقصي وأحاول استكمالها، أنا أكون ناقصاً هذا ديدني، هذه طبيعتي، هذه فطرتي أني أنا ناقص، لأني مهما حاولت أتطلب الكمال. طبعاً العصر من لوثات العصر لوثات طلب الكمال مرة أخرى. ليش؟ لأن التقييم عالي، لأن التنمر عالي، لأن ثمة يعني وسيط بين الفاعل والضحية، اللي أنا أقدر أسوي لك ديسلايك، أقدر أسبك، لا تعرفني ولا شيء، ولا في عبء أخلاقي ولا شيء. أنا بالنسبة لي ضحكت عليك، تنمرت عليك، بالنسبة لي انتهت القصة. ولا أقدر أعرف حتى وش مشاعرك تجاه هذا التنمر. بالنسبة لي انتهت القصة، بالنسبة لك بدأت القصة، معاناة وضيقة صدر وألم وكذا، مالي ما عادي، بيني وبينك بسيط وانتهى يعني، ولا أنت لا تعرفني. فهذه أحد المؤشرات في أن الذات جيدة ولا لا، الشعور بالاستحقاق غير المبالغ فيه، غير المبالغ فيه. أنا من حقي أتعلم، من حقي أخطي، من حقي أسألك، من حقي أتكلم، من حقي. هنا عاد نجي نختلف في قضية عاد الأسلوب والتوقيت، لكن ترى عادي من حقك. هذه من المؤشرات، من المؤشرات أن لا تخجل من شيء، لا يخجل منه عادة، لا تخجل من شعرك، لا من بثورك، لا من صلعتك، لا من قبيلتك، لا من سيارتك. ناس توقف سياراتها بعيد علشان يعني أقل، ولا مستحي، ولا يجي 10 دقائق يتعذر لك ثوبه مدري إيش، ونكب عليه كفي ومدري. والله أني أحبك، والله أحبك، ما أحب ثيابك، ما عندي مشكلة. هذه من المؤشرات، من المؤشرات أني أنا. يقولك دائما كل ما تشتهي ولبس ما يشتهي الناس، هذا العكس، البس أنت اللي يريحك، أنت اللي يريحك. لأن من المؤلم جدا أن تلبس حذاء
ضيق لأنه يعجب الناس. مؤلم يا أخي أن تلبس حذاء مؤلم لأنه يعجب الناس. ليه وإذا صار معه؟ أنا برتاح، أنا معني من الناس. هذه من المؤشرات اللي يسمونها التصالح مع الذات، أنه ما عندي مشكلة أتقبل. وفي فرق بين التقبل والقبول. شو فرق؟ لما أجي أنا واحد سمين، عندما لا يتقبل ذاته ما يروح المناسبات، ويضيق صدري بغير يروح طائرة، ما قعد يضايق الناس وكذا، وينزوي وما عاد يروح ويتحطم ويضيق صدره ويزداد أكلا ويزداد نفورا ويزداد. هذا لم يتقبل ذاته. لا، أنا أتقبل ذاتي وأجي وأطقطق على كرشتي عند الناس وأسولف، ويسألوني كم وزنك أقول قبل السؤال بعد السؤال. أنا متقبل وأروح العزايم، ما عندي أي مشكلة. لكن لا أقبل أن أكون بدينا بهذه الطريقة. أخاف أسوي حمية، أروح رياضة. لأن في فرق يا أبو عمر، لما أروح النادي وأنا غير متقبل لنفسي فأنا أشعر أني أحمل قرف. عندما أتقبل نفسي أنا عندي هدف. في فرق هدف. طيب اللي عنده هدف ترى ما تفرق معه، ينحف الحين بعدين شوي، هو في رحلة يستمتع بها. لكن اللي يشعر بالقرف لا، لو يريد أن يتخلص من هذا بأي طريقة.